للزميل سعيد المالكي، متواصلين مشاهدينا الاعزاء مع انطلاقه شوطنا السابع على الهواء مباشره عبر قناه الريان الفضائيه وقناه الكاس. اذكر الساده المشاركين بان هذا السباق المحلي الثالث سيقام على فترتين صباحيه ومسائيه، بينما اشواط الفتره المسائيه ستنطلق في تمام الساعه الثالثه عصرا، بينما التحضير للاشواط في تمام الساعه الثانيه والنصف من بعد ظهر هذا اليوم. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، ونذكر بان الاشواط الرئيسيه ستكون في تمام ستكون الاربعه اشواط الاولى. واحيل الكلمه والميكروفون في هذه اللحظات للزميل بسام الشملي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الافاضل، اجدد لكم التحيه مره اخرى بانطلاقه اشواط الصباحيه مع اشواط الصغار بشعارات اصحاب السمو الشيوخي والسعاده ضمن فعاليات المحلية الثالث بيومه الأول. نتواصل بانطلاقة الشوط السابع والثلاثة كيلومترات، هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد هنا شديدة لهجنم الزبار بمتابعة سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي، ولكن شعار هجن الغرافة مع محظوظة لهجن الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي المدهش الذي تابعه وانطلق مباشرة مع محظوظة إلى الصدارة. المركز الثاني شديدة لهجنم الزبار سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي. المركز الثالث تتقدم مرسى لهجنم الزبار بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. المركز الرابع القادمة دمعة لهجنم الزبار بمتابعة الوحش مبارك بن محمد بن صرير المري، بينما المركز الخامس أتابع الأسماء الذي غيرت بهذه اللحظات، تسللت القنصلية القنصلية لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، جاء مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة في صدارة هذا الشوط. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة والمنطلقة في موقع التحدي والمنافسة في مسار هذا الشوط، في هذا التحدي الكبير، في هذا المسار المميز. ولكن نتابع هجن الغرافة مع محظوظة الذي انطلقت مباشرة في مقدمة هذا الشوط باحث عن انجاز اخر بشعار هجر الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي، بينما القنصلية لهجر الشحانية الشعار الادعم قادم بكل قوة مع المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتابع هذا الانطلاق والتحدي مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدي الكرام، وتابع انطلاقتي وتحديات وتواجد حدث لهجرم الزبار بانطلاقة مبارك بن محمد بن صهير المري. المركز الرابع وتابع القادمة هنا ندى لهجنم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صهير المري. والمركز الخامس القادمة العزرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ثاني راشد بن سعيد بالعرج المري في المتابعة والتضمير. ولكن اعود مع البداية، اعود مع التحدي، هجر الغرافة وهجر الشحانية عمالقة التضمير المدهش والمشاغب سالم بن عامر المدوشي ومحمد بن خالد العطية في منافسة من أجل الظفر بناموس هذا الشوط. ولكن محظوظة ما زالت مع الصدارة، القنصلية تواصل مسيرة الضغط على المقدمة لكي تنتزع ناموس هذا الشوط، ولكن ما زالت محظوظة صامدة. من هو سعيد الحظ الذي سوف يظفر بناموس هذا الشوط؟ القنصلية محظوظة. اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، الشعار الادعم شعار هجر الشحانية يتسلل مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة باحث عن إنجاز صباحي مميز، نقطة ثمينة بأول أيام المحلي الثالث مع شعار هجر الشحانية، الشعار الادعم الذي قدم القنصلية وتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية. سلام للشحانية على هذا الانتصار الصباحي المميز، تهانينا. والف مبروك ايضا للمشاغب محمد بن خالد العطية على فوز القنصلية بناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاء الدمعة لهجم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري. المركز الثالث وصلت ندى لهجم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير المري. المركز الرابع
المركز الرابع العزرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني مع راشد بن سعيد. بالعرج المري المركز الخامس، مركز الخامس محظوظة لهجر الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط، فكانت القنصلية حاضرة نجمة متوجة بهذا الناموس والانتصار، حاملة الشعار هجر الشحانية الشعار الادعم الذي جاء محققا هذا الانتصار في هذا الصباح المميز بتوقيت زمني وغدر من مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 39 ثانية 98 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجر الشحانية ونهني المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني جاء الدمعة 4 دقائق 41 ثانية 2 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجر الزبار ونهني الوحش مبارك من صغير المري. المركز الثالث جاءت ندى 4 دقائق 41 ثانية 68 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجر ام الزبار ونهني ذر الوحش مبارك محمد بن سلمر الذي تابع ندى حاصلة على المركز